كهربا، انا عايزاك تحكي لي الحدوته من الاول خالص، من ايام ما كنت لسه في مصر القديمه، ونفسك تلعب كوره في اي نادي، وعارف ان انت عندك مهاره وعندك موهبه، بس مش متاكد انت هيبقى مستقبلك في الكوره ازاي. يمكن انا يمكن لسه زي ما انا في مصر القديمه طبعا، يعني قاعد مع اهلي. يمكن كنت صغير، كنت على طول عندنا في الشارع كنت بلعب حافي. فكان والدي بقى كان يقعد يعني زعل عشان بلعب حافي، كان يقول لي البس كوتشات العب بيه عشان ما تعورش والكلام ده كله. بس انا كنت بلعب بقى من وراه يعني حافي. بعد كده كبرت، ف ليا اخويا كان بيلعب في الاهلي صغيرين، فكان والدي بقى كان بيروح مع اخويا على طول التمرين. فكان يجي يمرني التمرين اللي اخويا بيتمرن في النادي، عشان احنا قدام بيتنا كده يعني زي كورنيش زي انجيله، يعني زي نظام ملعب كده. فكان بيمرني عليه يعني فيه على طول. كل يوم، مع اني كنتش بتحب تمرين الكوره، كنت بحب اقف جون. ايه ده والله؟ والله مع اني كنت بلعب بقى، يعني كنت بلعب على طول انا واصحابي بقى في الشارع وكده. بس لما كنت بطلع مثلا البيت ولا حاجه، اعمل نفسي ان انا بصد الكوره كاني واقف في جون بالظبط. بس وبعد كده والدي بقى عمال يعلمني، فرحت الاهلي، اختبرت في الاهلي وانا عندي 10 سنين. فرحت اختبرت اختبارين، وبعد كده سافرت معاهم بعدها باسبوعين على النمسا مع الفريق. خلاص انضميت للفريق الناشئين من 10 سنين. قعدت لحد 15 سنة في النادي الأهلي. بعد كده مشيت النادي الأهلي، يعني هما زي صلحوا الفرقة كلها، سابوا بس 3 لعيبة، فأنا كنت من ضمن الناس اللي هي مشت. فروحت على إنبي. لا، قبل ما تروح على إنبي قول لي، اوصف لي حالتك كده وأنت لما مشيت من الأهلي، مش بمزاجك. لا، يمكن والدي كان زعلان جدا جدا جدا، يعني كان زعلان قوي. فيمكن رحت على انبي من وراه، يمكن في حاجة يمكن الناس ما تعرفهاش، كان أول مرة أقولها في حياتي. يعني لما كنت رحت أنا انبي، كان كابتن إمام محمدين كان مستنيني عند النادي الأهلي، لأن عارف إن أنا كنت همشي، فهو كان عينيه عليا من صغري. كابتن إمام محمدين ده اللي هو مدير قطاع ناشئين نادي انبي، فهو يعني رؤيته حلوة في اللعبة الصغيرة كده، فخدني من عند النادي الأهلي فروحت على انبي. فهو كان يعني هو كان مرني تمرينه ومش عارف ايه، واللي هو عايز والدي عشان اجي امضي وكده. فوالدي كلمني قال لي لا، احنا مش هنروح انبي، احنا هنروح الزمالك. يمكن ده يمكن الناس كتير ما تعرفش، اول مره تعرف المعلومه. يعني والدك على طول قرر انه الزمالك. قال لي الزمالك، والزمالك قريب مننا وتروح تلعب في الزمالك وكده وبس. قلت له بس انا عايز يعني انبي، يمكن في الناشئين كان ساعتها الفتره دي كان احسن وكده. فبس فكده ربنا اراد ان انا افضل في انبي، بس مضيت مثلا بعد شهر. فلما رحت انبي لعبت بس بالظبط سنه واحده مع الناشئين لحد 16 سنه. وطلعت الفريق الاول. طلعت الفريق الاول بقى خلاص، اتصعدت. بس انت كنت ساعتها بقى لعبت بطوله الشباب. ما انا في حاجه برضه هقولها لك كده، يمكن يعني يمكن محدش يعرف برضه في مصر والله. يمكن وانا عندي 16 سنه وكنت طلعت فريق اول، قعدت شهرين بالظبط وما كنتش ماضي عقد، فكنت هاوي. فرجع النادي الاهلي كلمني، قعدت مع كابتن عادل الكاي ان هم عايزيني بس ان انا اسافر بره مصر سنه ولا 6 شهور وارجع الاهلي عشان العب هاوي. فعلا يا كهربا؟ والله حصل كل ده. فساعتها انا قعدت بصراحه معاه، وكنت كل ده بقى كان انبي مستني ان انا امضي العقد الجديد. ان انا بقى عقد مرتبط. فكان والدي بقى هو معاهم بقى، كان كل شويه تليفونات بقى، طب احنا عايزين 3 سنين. هم كانوا عايزين يمضيني 5 سنين، طب احنا عايزين 3 سنين. يعني كان بقى في مفاوضات عادي، ده الطبيعي يعني. فبعد كده انا كملت في انبي. انت رفضت؟ خلاص قعدت في انبي. قول لي رفضت ليه ساعتها يا كهرباء؟ كنت شايف ان هتبقى بالنسبه لي، كنت صغير 16 سنه، كانت تبقى صعبه، وكنت شايف ان مستقبلي في انبي هيبقى افضل يعني.
ولا كنت صعبة. زعلان ان انت اصلا يعني؟ بص هو اكيد زعل ان انا امشي، بس كنت صغير يعني مش كبير، فمش كنت زعلان يعني الزعل الكبير عادي. لان انا يمكن لما انا مضيت في انبي يمكن كابتن ايمن محمدين قال لوالدي، قال له يعني سيب لي كهرباء بس في انبي سنتين وانا هفرجها عليه هبقى عامل ازاي في مصر. بس فالحمد لله انا يمكن ربنا كرمني ومشيت بقى كده.